هاي البنت ما رح تموت إذا ما أخذت جرعة الأنسولين، بس لازم صحتها لباري تتراجع مشان أما تجي وتواجهه لعمي. قصر الصدق والإخلاص والحنان اللي كنتوا عم تبنون رح ينهار فوقكم ورح ينهيكم. شو عم تعمل هاي المرة بالمطبخ؟ ولحالها كمان؟ بعد ما تراجع ياش عن قراره أكيد بتكون عم تخطط لشي مصيبة جديدة. أنا مستحيل أوثق فيها. شو عم تعملي هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ هذا بيتي وفيني روح لوين ما بدي بقلبه، وكمان بأي وقت بيجي على بالي. وأنا كمان شو نسيت إنه هذا بيتي؟ ومثلي مثلك. شو عم تعملي؟ هاد عم بعمله مشان إذا بابا طلب مني فوت على المطبخ جرب حالي، لهيك عم بتدرب من هلأ. هلأ عم بعمل أكلي مخلوطة مع الخضرة والجبنة. بتحب تدوقها؟ جايبة خضرة محشية وجبنة، وعم تخلطي كل هالقصص مع بعضها وبدك ياني أكلها؟ شو أنا فارد تجارب عندك؟